أهلا ومرحبا بكم في عالمنا. شوف كمال، لو انت عاوز يسأل عليا انت ياجي يزورني في مكاني، مكان انت كان يعلمني في القرآن. الكلام بتقول لحد غير يا ابني، عايز تروح تتجوز من حلمية وتخيب خيبتك، وانا ما عنديش مانع اتفلق. اقول لك ايه بس، يا رب انت عارف اللي جوايا اكتر مني. تشاهدونه في الأوقات التالية.